بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 17 من الكتاب 33، كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 85 بعد 600 والأربعة آلاف، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين كلاهما عن سليم، قال يحيى: أخبرنا سليم بن أحضر، سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. والنفل هنا معنى الغنيمة، وليس بمعنى سلب القتيل. النفل هنا بمعنى الغنيمة. قسم في النفل الفرس سهمين وللرجل سهما، وفي رواية وللراجل سهما، يعني اللي على رجليه يعني. والجمهور أن الفرس له سهمان والراجل والفارس له سهم، إلا عند أبي حنيفة سهم للفرس وسهم لإيه؟ للرجل. والدليل مع الجمهور بدليل هذا الحديث، فإن خرج بأكثر من فرس برضو سهمان للفرس، إن قاتل ومعه أكثر من فرس يبقى برضو سهمان للفرس لا يزيد، إلا عند أبي يوسف قال يأخذ لفرسين وما زاد عن فرسين لا يأخذ أبي يوسف. والدليل مع الجمهور. وعن أبي قال: حدثناه ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر في النفل. وقلنا هذا عندما كان الجندي المقاتل هو الذي يجهز نفسه، أما في الجيوش الحديثة فيبقى ما فيش هذا التقسيم، واضح؟ لأن الجيوش الحديثة الجندي لا يجهز نفسه، ثم انه يتقاضى مرتبا في وقت الحرب وفي وقت السلم. اما ايام النبي وفي فترة طويلة بعد عصر النبوة كان المقاتل لا يتقاضى اجرا لا في السلم ولا في الحرب، ويخرج مجهزا نفسه على نفقته الخاصة، وبالتالي كان له النسبة في الغنيمة. فتختلف الاحكام باختلاف الاحوال. باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. وغزوة بدر كانت في رمضان، في 17 من رمضان يوم الجمعة في السنة 2 من الهجرة. بإسنادنا المتصل عن وعنه به قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا ابن المبارك عن عكرمة ابن عمار قال: حدثني سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر حاء. قال: وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له. قال: حدثنا عمر ابن يونس الحنفي قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني أبو زميل هو سماك الحنفي
قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، لأن الله وعده إحدى الطائفتين ففاتته العير فبقي النفير وهو الجيش، فبيقول لي اللهم أنجز لي ما وعدتني، يعني أعطني إحدى الطائفتين، فلم يبقى أمامي إلا هذا الجيش المجهز الكبير، ومعي الصحابة خرجوا غير مستعدين لحرب، لأنهم كانوا خارجين ياخدوا البضاعة، مش خارجين يواجهوا جيش، فكانوا خارجين بغير استعداد للحرب، حتى ان كان كل اهل بدر كان عندهم 3 افراس بس، 3 افراس بس، والباقي مشاة، كانوا مستعدين للحرب وخارجين بغير دروع، لا لابسين دروع ولا لابسين الخوذة وخارجين، والتانيين جايين من قريش 1000 فارس مدجج بالسلاح مستعدين للحرب. فطبعا الامر كان صعب، الا ان الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر وليس العدة والعتاد. والنبي أراد أن يدعو الله بصوت مرتفع حتى يقوي نفوس الصحابة، لأنهم يعلمون أن دعوته مستجابة فتقوى لرفع معنوياتهم. اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، لأن ما كانش في غيرهم مسلمين. تصور أنت لو قتل النبي في هذه المعركة وقتل الصحابة، خلاص ما بقاش في إسلام، ولأنه ختم النبيين مش هيبقى في عبادة في الأرض، وهو بيقرر الواقع واضح. إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه، يعني حضنه كده من ورائه، وقال: يا نبي الله، كذاك مناشدتك ربك. كذاك وكفاك الاثنين روايتان، كذاك بمعنى كفاك، كذاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ومردفين يعني دفعات، دفعة وراء دفعة. فأمده الله بالملائكة. قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. ختم يعني إيه؟ يعني ظهر أثر الضربة على الأنف. ختم يعني أثر الضربة ظهر على الأنف، يعني بينما كان واحد من المسلمين من الصحابة بيجري خلف واحد من المشركين، سمع صوت جاي له من فوقيه ولا يره، صوت بس كأنه صوت الملك بيقول: أقبل حيزوم. ثم وجد الذي أمامه قد ضرب دون أن يضربه، ووجد أثر الضرب على، وحيزوم اسم الفرس الذي يركبه الملك، أقبل حيزوم، يعني كأنه بيحبس فرس الذي يركبه الملك وهو لا يراه.
فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. قال أبو زميل قال ابن عباس فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل أخويا فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، والصناديد جمع الصنديد، وهو كل شجاع شريف مطاع في قومه يسمى صنديد، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار ما اختاره أبو بكر من قبول الفداء وإعطاهم الفرصة لعلهم يسلمون، وبالفعل أسلموا بعد ذلك. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت، اللي قاله سيدنا عمر كان غير موافق لطبيعة النبي لأنه رحمة للعالمين. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكياني. قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنيمة لهم. هنا بقى هذه القضية وسيء فهمها على مر العصور، وظنوا أن النبي أخطأ في اجتهاده، والحقيقة أن النبي أصاب في اجتهاده، لأن الآيات نزلت وافقته على ما اختاره، لأن قال له فكلوا مما غنمتم، يعني مما غنمتم من فداء وغيره، فأقرته على اجتهاده. لكن لماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى أبو بكر وعرض العذاب؟ لأن مجموعة كبيرة من الصحابة وافقوا قبول الفداء من أجل الدنيا، من أجل عرض الدنيا، لا من أجل إعطاء الفرصة لهؤلاء أنهم يسلموا مرة أخرى وأن يتقووا بهذه الدنيا على قتال الكفار. فلما تلهفت نفوسهم للدنيا نزلت هذه الآيات توضح أحوالهم، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. والكلام موجه لمن أراد عرض الدنيا، والنبي خارج وأبو بكر خارج، النبي خارج وأبو بكر لأن عرض علي عذاب أصحابكم، يعني هو خارج، فالكلام مش موجه للنبي واضح، ولا موجه لأبي بكر الصديق، موجه لمن تطلع لهذا الفداء حبا لزينة الدنيا وعرض الدنيا، لا إعطاء للكفار أن يسلموا، ولا تقويا بهذه الدنيا على جهاد الكفار مرة أخرى. يعني أخذ الدنيا من أجل الدنيا، فغار الله على قلوب هؤلاء أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآيات تهديدا لهم، فتقرأ الآيات وتفهم بهذه الطريقة. ما كان لنبي قبلك أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حيث أنه لم تحل الغنائم إلا لك دون سائر الأنبياء، يبقى النبي خارج. ما كان لنبي أن يكون له أسرى أي قبلك حتى يثخن في الأرض، أي يقتل كل
لأن لا تحل له الفداء. والنبي خارج لهذا بقوله إيه؟ أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. يبقى النبي خارج من الآية، يبقى الكلام مش موجه لنبينا خالص. ما كان لنبي أن يكون له أسرى أي قبلك حتى يثخن في الأرض. تريدون يا من قبلتم الفداء عرض الدنيا والله أعطاكم الفداء لتتقووا به على قتال الأعداء ولتعطوا الفرصة لهؤلاء الكفار حتى يسلموا، فيريد أن يحسن نيتهم. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يريد إسلام هؤلاء ويريد أن تتقووا على دين الله بما أعطاكم من هذا الرزق، فهم؟ فهو يحسن لهم النوايا. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق بحل الغنائم لهذا النبي دون سائر الأنبياء لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم. فأقر النبي على اختياره ولم يقل له رد الفداء. لو كان اختيار النبي خطأ لأمره برد الفداء، واضح؟ يبقى لا يوجد خطأ في اجتهاد النبي، حتى تصحح ما كتب في كتب الأصول في باب اجتهاد النبي، كتبوها خطأ وتوارثها العلماء كابر عن كابر على الفهم الخطأ. لأن لو كان أخطأ النبي في اجتهاده لجاء القرآن صوب وغير رأي النبي، ولكن الآيات جت أيدت النبي. هل النبي غير رأيه ولا رأي النبي جاءت الآيات تؤيده؟ يبقى أين الخطأ في اجتهاده؟ فهم؟ وعشان كده قال لهم في الآخر فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يبقى النبي لم يخطئ، وهذا يجب تصحيحه في كتب الأصول لأنها توارثها الناس وجاءوا بهذه الآيات نموذج لخطأ النبي في الاجتهاد، والحقيقة أن النبي لم يخطئ. إذا فهمت الآيات بهذا الوضع يبقى النبي لم يخطئ أصلا فيها صلى الله عليه وآله وسلم، وأن اللوم توجه لمن قبل الفداء حبا في الدنيا، والنبي لم يقبل الفداء حبا في الدنيا، قبل الفداء لتقوية الناس على نصرة هذا الدين ولإعطاء الفرصة لهؤلاء الكفار أن يدخلوا في الإسلام، وبالفعل دخلوا في الإسلام. عقيل بن أبي طالب دخل في الإسلام بعد ذلك، وقريب سيدنا عمر كان عايز يقتله دخل في الإسلام، وكثير من أهل بدر الذين حضروا مع أبي سفيان دخلوا في الإسلام، أبو سفيان نفسه دخل في الإسلام، وكان فيهم خالد بن الوليد وكان في غيرهم كتير ودخلوا في الإسلام، وعكرمة بن أبي جلاء دخل في الإسلام، كل هؤلاء دخلوا في الإسلام. يبقى إعطاهم الفرصة كانت إيه؟ مهمة توافق إيه؟ رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة وبالناس جميعا صلى الله عليه وسلم. فواجب التنبيه. يبقى لما تيجي تقرا ما كان لنبي أن يكون له أسرى أي إلا النبي، نبينا خارج بدليل قوله ايه؟ أحلت لي الغنائم ولم تحل للنبي قبلي، فالنبي خارج عنه صلى الله عليه وسلم. عشان كده قال له ايه؟ لولا كتاب من الله سبق اي بحل الغنائم لكم لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم. فأقرهم على ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم. عض على هذه المعاني بالنواجذ لا تجدها إلا في مسجد الأشراف. عض على هذه المعاني بالنواجذ ودونها عندك وعلمها للناس. نعم. في الأنبياء السابقين يقتلوهم على طول، اختيار سيدنا عمر يقتل على طول ولا تقبل الفداء، حتى يثخن في الأرض يعني يقتل، يقتل الكفار والصناديد، هذه معنى يثخن في الأرض يعني يستحر فيهم القتل، واضح؟ ده كان سنة الأنبياء السابقين، إنما نبينا جاء نبي رحمة فشرع إيه؟ أولا الإحسان للأسير، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإحسان للأسير وأباح بعد ذلك تبادل الأسر صلى الله عليه وسلم، وأباح قبول الفداء، يعني بقى في اختيارات كثيرة في ديننا لم تكن موجودة في الشرائع السابقة في الأمم السابقة. اه بالاستقراء، كل اجتهادات النبي في الاستقراء صائبه، حتى اذنه وقبوله للمخلفين. عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هنا لم يخطئ في الاذن
بدليل ان اذنه وافق مراد الله، لان ربنا بيقول ايه؟ لو خرجوا فيكم الحكمة ايه؟ ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم. يبقى ربنا كره انبعاثهم واذن النبي معناهم الانبعاث، يبقى اذن النبي كان موافقا لمراد الله ولا لا؟ كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، اي قيل ده امر ايه؟ امر قدري، فاختيار النبي وافق قدرهم، فهمت؟ وبعدين كانت الحكمة، الحكمة كمان في عدم خروجهم ايه؟ ان لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خبالا ولا اوضعوا الا لكم فتنة وفيكم سمعون لهم، فدل على ان يبعث الله عنك، اي اخفى عنك الحكمة في الاذن حيث كان الاذن هو الصواب. يعني النبي لما اذن لهم اذن لهم وكان لا يعلم الحكمة في عدم خروجهم، واتضح ان الحكمة في عدم خروجهم اولى من خروجهم، لانهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة ولا اوضعوا خلالكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. ويبقى عفى الله عنك لما اذنت لهم اسلوب خبري وليس اسلوب انشاء، كأن الله بيخبره انني اخفيت عنك حكمة الاذن، اي عفى الله، عفى يعني ايه اخفى، عفى الاثر يعني خفي الاثر، مش كده برضو؟ عفى الله عنك أي الحكمة في الإذن لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وعشان كده ربنا بين بعد ذلك في باقي الآيات، قال إيه؟ لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. الله يبقى إذن النبي موافق لإيه؟ لمراد الله، ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم. وقيل، قيل هنا أمر كوني قدري وليس أمر شرعي. وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة، ادي الحكمة وفي الاذن لهم، ان خروجهم كان يضر الجيش. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم، فهم؟ يبقى النبي، ادي المثالين اللي بيجيبوه في كتب الاصول ان النبي اخطأ في الاجتهاد، الاذن للايه؟ للمنافقين في غزوة تبوك، واختيار الفداء لأسرى بدر، والاثنين لا خطأ فيه. لو قرأت سياق الآيات تجدها لا خطأ فيه، وبالتالي النبي اجتهد ولم يخطئ قط، واحتمال خطأ واحتمال عقلي لكن لم يحدث. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ده حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هنا ليس تشريعا، لأن النبي لم يشرع، ما حرمش، ده حرمه على نفسه إرضاء لزوجاته، فنزلت الآيات تحمي النبي صلى الله عليه وسلم من تنازله عن حقه لزوجاته، فهمت إزاي؟ زي مسألة السياسة. فما كانش مش جاية لما تحرم محل الله بيلومه، ما بيلوموش، ده بيقول له كيف تتنازل عن حقك من أجل هؤلاء الزوجات وهم الأولى أن يتنازلوا عن حقهم لأجلك. فنزلت الآيات لرفع إيه؟ يعني كرامته أمام زوجاته، حيث أنهم أحيانا بسبب علاقة الزوج بالزوجة كان النبي يتنازل عن حقه لهم صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد الله أن يبين أن كرامته عنده عظيمة، وأن الأولى في المصارعة للمرضات أن الزوجات هي التي تسارع في مرضاته وهو لا يسارع في مرضاته، فهمت؟ فالكلام هنا كان لصالح النبي لا ضد النبي، فإن اللوم لصالحه لا عليه، حيث أنه تنازل عن حقه، فأراد الله ألا يتنازل عن حقه للناس، فهمت؟ للزوجات، هذه الحكاية كلها. فما فيش أصلا أمثلة، هو بس في احتمال عقلي أن النبي فعلا قد يجتهد فيخطئ فيصوبه الله. أيوه، طب هات لي مثال بقى ليها من حالة النبي، ما لا تجده، لا يوجد، احتمال عقلي لكن لا يوجد له في الواقع صورة، لأن كل ما اختاروه أمثلة أخطأوا في فهمه، وعبس وتولى أن جاءوا الأعمى، برضه جاء أبوه، واللي عابس هو الكافر مش النبي، عبس الكافر وتولى عند مجيء الأعمى إلى النبي، واللوم في النبي، أما من جاءك يسعى فأنت له تصب فأنت له فأنت عنه تله. فالله سبحانه وتعالى لامه كيف يقبل عليك وهو يريد أن يسمع فتتلهى عنه بمن يرفض أن يسمعك،
فمن رفض ان يسمعك انت اغلى عندي من ان تتعرض له. تعرض لمن يبغيك ويسعى اليك، اما هؤلاء فانك لا تسأل عن اصحاب الجحيم. فكان برضو اللوم له لا ضده، يعني كأنه كلف نفسه فوق ما اراد الله منه، فكلف نفسه فوق ما اراده الله منه، فقال له سبحانه وتعالى انك انت لا تسأل عن اصحاب الجحيم، ان عليك الا البلاغ، لا تتصدى لهم، اذا اعرضوا عنك فاعرض عنهم، عاملهم بالمثل، ولا تتنازل عن حقك، هم يعرضون وانت تقبل عليهم، كأن الله هو الذي غار على النبي. فهمت بقى المسألة؟ فكل الأمثلة معروفة وردنا عليها في أكثر من إيه؟ من مجلس. أنا أيام ما كنت في كلية الشريعة في سنة ثالثة وكنا بناخد أبواب اجتهاد النبي، في الامتحان جاوبت الإجابات بتاعتي دي ضد اللي مكتوب في الكتاب وجبت امتياز في المادة دي، ما كتبتش اللي في الكتاب خالص، كتبت رأيي اللي بقوله كده صفحتين، واخد بالك؟ في الامتحان ما كتبش اللي في الكتاب، اللي مكتوب في الكتاب انا مش موافق عليه اصلا، ونقضت اللي في الكتاب وكتبت اللي انا عايزه. فلقيت انا بتعرف الحق قول الحق، فهمت ازاي؟ ما فيش تقليد، هم قعدوا يقلدوا في بعض ونسيوا، ما فكروش. عارف هم لو قعدوا مع بعض بالراحه كده وفكروا كانوا قالوا اللي احنا قلناه. لكن المشكله ان احيانا تنتقل المعلومه من جيل عن جيل دون ان تفكر الاجيال فيها، فتبقى ايه واخدينها كده بالبداهه، لكن هو تفكر فيها تلاقيها ما فيهاش خطا، فيهاش خطا. لو قريت الايات بهذه الصوره زي ما قريناها هتلاقي الحكايه مفكوكه، انحلت المشكله. هم قاعدين يقول لك عفى الله عنك لما اذنت له، انه قدم العفو قبل ايه؟ قبل اللوم، وكان عفى الله عنك اسلوب انشائي، والحقيقة لا، ده اسلوب خبري، فرق بين الانشاء والخبر. عفى الله عنك اي اني قد اخفيت عنك حكمة الاذن حيث اذنت لهم وكان مرادي ان تأذن، لان ربنا قال قيل اقعدوا مع القاعدين وكره الله بعفو، فالنبي اختار مراد الله دون ان يعلم مراد الله، فوفقه الله لمراد الله، فكان مراد النبي هو مراد الله وفعل النبي هو فعل الله، وده من كمال التوفيق، فأين الخطأ؟ فهمت بقى المسألة؟ فأحل الله الغنيمة لهم. باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة. ثمامة بن أثال ده كان قائد كبير من بني حنيفة، وكان خارج رايح يعمل عمرة، كان كافر بيعمل رايح يعمل عمرة، والنبي لما أرسل هؤلاء الخيل قبل نجد قابلوه فأسروه وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم. كويس. ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد. فاستدل الإمام الشافعي على جواز إدخال المشرك والكتاب مسجد المسلمين، وأن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد يومهم. هذا الحكم خاص بالحرم المكي لا بسائر المساجد، خلافا للمالكية والأحناف، ومذهب الشافعية الدليل معه. واضح؟ يبقى الأحناف والمالكية يقول لك لا يدخل الكافر المسجد أبدا ولا يمك، لقول الله إنما المشركون نجس، والشافعية قالوا لا يدخل إلا المسجد الحرام، والآية منعتهم من دخول المسجد الحرام المكي فقط. وأما السنة فثبت دخول نصارى نجران مسجد النبي، بل أباح لهم أن يصلوا في مسجده، ونصارى نجران صلوا صلاة النصارى في مسجد النبي في حضور النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل ثمامة بن أثال وكان مشرك، يبقى أجاز للكتاب أن يدخل وأجاز للمشرك أن يدخل المسجد، وربطه في سرية من سور المسجد. ومذهب الشافعية في هذه المسألة الدليل معه.
فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني لو هتقتل هتقتل واحد دمه غالي على قومه، هيجوا ياخدوا طاري هنا، فهمت؟ إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، ولو عفوت عني خلاص لا أقاتلك، أشكر لك هذا الصنيع ولا تجد مني من جهتي أي سوء يأتيك، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، لأن أهل اليمامة كانوا أغنياء من كبار أغنياء العرب، فقال له اللي أنت عايزه نديلك. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد. وثمامة مربوط في السارية، سامع طبعا صلاة النبي في المغرب وفي العشاء، وسامع القرآن في لأن النبي أراد أن هو يمكث في المسجد حتى يسمع الدعوة بطريقة غير مباشرة، فيسمع القرآن يتلى في الصلاة، ويسمع مواعظ النبي للصحابة بين الصلوات بطريقة غير مباشرة، لأن الفارس لا يحب أن يتوجه إليه النصح المباشر، فالنبي يراعي نفسيات الناس، فأراد أن يجعله في المسجد فيسمع الدعوة بطريقة غير مباشرة له. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم ما غيرش لسه رأيي، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال: ماذا عندك؟ ثالث يوم بقى يا ثمامة. فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الإيمان دخل في قلبه، لكن هو مش عايز يسلم وهو في الأسر، لأن فروسيته تمنعه، لأن هو يتنازل عن رأيه حال ضعفه، والنبي يعرف طبائع العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف بنبوته أن الإسلام دخل في قلبه قال: خلاص عفى عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه كان سيد في قومه، فالنبي عرف أنه لو أذن له بالعمرة أن قريش مش هتأذيه، تقدرش تقرب، فقال له: روح اعمل عمرة عشان يغيظ الكفار به، فهم؟ فراح عمل العمرة، فقال لما جت قريش تقول له: أصبوت؟ قال لهم: أسلمت، والله ما فيش حبة قمح تيجي من ناحية اليمامة إلا لما يأذن لكم النبي، لازم تروحوا تستأذنوا النبي علشان يديكوا تصريح ان انا ابعت لكم القمح، فهم؟ فاعز الاسلام بهذا الرجل رضي الله عنه وارضاه. وعن ابي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابو بكر الحنفي قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبوري انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد، فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال الحنفي، يعني نسبة لبني حنيفة، سيد أهل اليمامة اللي هم خرج منهم مسيلمة الكذاب بعد كده، وساق الحديث بمثل حديث الليث، إلا أنه قال: إن تقتلني تقتل ذا دم. ونقف على باب إجلاء اليهود من الحجاز غدا إن شاء الله.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر امورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك املنا. اللهم اهل علينا هلال شهر شعبان هلال خير وبركه علينا يا رب العالمين، وشعب علينا اعمال الخير والايمان في هذا الشهر واعنا عليها وتقبلها منا يا رب العالمين، وبلغنا رمضان واعنا على الصيام والقيام وتلاوه القران، وبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان نحن وسائر الامه يا رب العالمين، ووفق ولي امر المسلمين في مصر يا رب العالمين الى الخير لاهل مصر، ويسر له بطانه الخير يا رب العالمين. اللهم يسر له بطانه الخير يا رب العالمين ببركه حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى وبوصيتك باهل مصر يا رسول الله. يا رسول الله نجعلك وسيلتنا الى الله، ان تفرج الكرب وتكون سببا لتفريج الكرب عن امتي عن امتك في هذا البلد الذي طالت المظالم فيه، وطال فقر الناس واحتياج الناس، وكثرت المشاكل وعمت الفتن وكثر الهرج. فنسأل الله بوجه نبيك الكريم ان تفرج ما نحن فيه يا رب العالمين في بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم.